السلام علیکم مشاہدین الکرام، میں آپ کا ہوسٹ احمد شجی جازی مائنڈ یور عربک کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں استاد سمیر اور میں خود احمد شجی جازی عربک کا اسٹوڈنٹ، اور میرے ہمارے ساتھ اور موجود ہیں نازیہ انور جو کہ عربک کی اسٹوڈنٹ ہیں. ہم تھوڑا سا اوور آل ہم نے جتنی اپیسوڈز ابھی تک آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں اس کے ریکیپ سے اسٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم آج کے نئے سبق کی جانب بڑھیں گے. تو السلام علیکم استاد سمیر، کیا حال ہے آپ کے؟ کیف حالک؟ انا بخیر والحمدللہ، وکیف حالک؟ الحمدللہ. وکیف حالک یا نازیہ؟ انا بخیر والحمدللہ ایضا. جیت، تو ہم پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے جو جتنی چیزیں دیکھی تھیں اگر اس کا ہم بریفلی تھوڑی سی دیر میں ریکیپ کر لیں، پھر ہم آج کے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں. جیت، لنبدا من البدایہ، فی البدایہ قد رعینا الکلمت هذا هذا. نحن بدأنا سلسلتنا بالدرس بعنوان هذا، وهذا قد علمنا أن هذا إشارة، اسم الإشارة، وهذا إشارة للقريب. هذا إشارة للقريب. We started our entire series from the word هذا، and هذا is a pointing word. Noun. Pointing word which points at things that are close to us. مثلا أقول لك هذا جوال، مثلا هذا جوال، فأنا أشير الإشارة إلى هذا الشيء الذي أمامك وأقول لك أن هذا جوال. ما هذا؟ هذا جوال. فهمت؟ اشرح that if there is anything close to us, کوئی چیز ہمارے قریب پڑی ہو اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہذا جوال، یعنی یہ جوال ہے، یہ موبائل ہے، یہ فون ہے. ثم رأينا اسلوبا من اساليب الاستفهام، ثم رأينا اسلوبا من اساليب الاستفهام. ما للسؤال، ما عندما لا تعرف عن شيء وتريد المعرفة على شيء تقول ما، تسأل بهذه الكلمة ما، تقول مثلا ما هذا، ما هذا، ما هذا، ما هذا، ما هذا. ما، ما بمعنى what. جيد، ما هذا؟ هذا جوال. ما هذا؟ هذا مكتب. ما هذا؟ هذا قميص. واضح؟ So we studied ما، which is for questions about information about anything. If I want information about something I will ask ما هذا، ما هذا. وكذلك هناك إشارة للبعيد، هذا اسم الإشارة للقريب، وذلك اسم الإشارة للبعيد. جيد، مثلا ما ذلك يا نادية؟ ما ذلك؟ ذلك قميص. ذلك قميص. أنا قلت ذلك بأن القميص بعيد عني وليس قريبا مني. جيد. Like what is farther from us will be referred to as ذلك. ذلك. And what is closer to us would be referred to as هذا. مثلا إذا رأينا إلى نجم، إذا رأينا إلى نجم في السماء. Stars in the sky. نجم one star، نجوم one star. أو إلى رأينا نجوم في السماء. ماذا أقول؟ ما هذا أم ما ذلك؟ ما ذلك. ما ذلك، ممتاز، أحسنتي. طيب يا شجيع، فهمت الكلام؟ هذا إشارة للقريب، وبالعكس ذلك إشارة للبعيد. So haza is a ishara which we use for things that are close to us, and zalika for things that are further away from us. نعم. ثم نحن رأينا أسلوبا آخر من أساليب الاستفهام، نقول من، نقول من هذا. رأينا ما هذا، ثم رأينا من هذا. ما قد علمنا لكل العقل، لكل عقل نقول ما، مثلا لكل غير العقل، عفوا سامحني، لكل غير العقل نقول ما. مثلا الجوال شيء عاقل، شيء له عقل أو لا؟ لا لا، لا. فنقول ما هذا أو من هذا؟ ما هذا. الأنسب أن نقول ما هذا. ولكن إذا أشرت إشارة إلى شخص ما، إلى إذا أشرت إشارة إلى شخص ما، if I point at a certain person، ماذا أقول؟ هل أقول ما هذا أو أقول من هذا؟
Man haza. Yani ma was what, so then if we translated man would be who. Fa man li kulli aqil. Man li kulli aqil. Wa man huwa al aqil? Any being that possesses aqal. Possesses aqal. Allahu aqil. Wal malaika aqil. Wal rusul al kiram aqil. Al insan aqil. Al jin aqil. Aqil. طيب ولكن الحيوانات عاقله ام غير عاقله؟ غير عاقله. غير عاقله. ممتاز. الاشياء الادوات عاقله ام غير عاقله؟ غير عاقله. So for those things we will use ma, and for beings that are that have aql or that have intelligence we will use man. نعم. Then I think the next thing that we studied was how to show possession. نعم. راينا كيف ننسب شيئا الى شيء اخر. مثلا من يمتلك هذا الجوال؟ لمن هذا الجوال؟ فمثلا هذا جوال سمير. هذا جوال سمير. فهذه العباره مكونه على مقطعين، على كلمتين. ان شئت تقول على كلمتين جوال سمير. جوال سمير. Also gave it a name of A B rule. طبعا. हाँ तो वो A हमने ये समझा था कि उसके ऊपर सिर्फ single दम्मा होता है और B के ऊपर कसरा आ जाता है. Double कसरा से आ जाता है. Double हो या अगर अल लगा हो तो single आ जाता है. Single कसरा. Single कसरा. जी. ठीक है. इसके अलावा और कोई चीज़ हमें रिवाइज करनी है आज के चैप्टर की तरफ? नعم قبل أن نستمر بدرسنا اليوم يجب أن نعاود تكوين الجمل البسيطة. رأينا كيف نكون جملا بسيطة مثلا. We also saw how to construct very simple. Very simple sentences. مثلا اللبن حار. اللبن حار. ما معنى اللبن يا نازية؟ milk. اللبن. وما معنى حار؟ حار would be hot. نعم. حار would be hot. And what's بارد؟ cold. فاللبن حار. اللبن بارد. هاتان الجملتان مكونتان على كلمتين. So in two words you are making a complete sentence. sentence in just right. two words. ف احدى الكلمتين معرفه بال والاخرى غير معرفه. يعني when the first word one of the words is proper noun. The proper and noun. The second word is not a وكيف نميز بين اسم معرف واسم نكرة؟ How do we differentiate between that? Because of al. Al. When al comes. When al comes, one of the signs gets dropped. Which sign gets dropped? Usually it's a dhamma. Dhamma tan होते हैं तो we only have one. One dhamma. When al comes, then we have just one dhamma, and that makes it a proper. And what's the default state of a noun? Dhamma tan. With dhamma tan, with two commas. Two, on top at the end of the word. طيب فإذا جاء ال تسقط ضمة واحدة وتصبح الكلمة معرفة. جيد. So we whenever ال comes one of the ضمة gets dropped and if there is no ال there will be two ضمّاس which would mean that it's a common noun. طيب لو سمحت اشرح الفرق لمشاهدينا بين هاتين الكلمتين. Jawalun, al jawalu. Okay, so jawalun would mean a mobile phone, a cell phone, and al jawalu mean would mean the cell phone. جيد. قميصٌ al قميصُ. قميصٌ a shirt, al قميصُ the shirt. مكتبٌ al مكتبُ. مكتبٌ al مكتبُ. مكتبٌ is a table and al maktabu would be the table. جيد. Specific table. Kursiyun al kursiyu. Kursiyun a chair. Al kursiyu the chair. Wajhun al wajhu. A face and the face. Matran al wajhu jamilun. Huna hazihi jumlatun. Hazihi jumlatun mukawwanatun ala kalimatain. Ihda al kalimatain mu'arrafatun wa ukhrahuma nakira. Right. Yani the first one of the letters is a proper noun when you said al wajhu jamilun. So al wajhu is a proper noun and jamilun is the common noun and that is what makes it a complete sentence. Naam. Thumma nahnu darasna hazihi. Hazihi. Thumma nahnu darasna
هذه ما معنى هذا يا شجيع ما معنى هذا هذا is this this وما معنى هذه يا نازية هذه would refer to this female this female for example I will say أنا أقول هذا شجيع وهذه نازية وهذه نازية هذا شجيع وهذه نازية In humans, it's quite apparent how to differentiate between male and female. كيف نميز بين الرجال والنساء؟ الفرق واضح جدا. ولكن بين الأدوات والأشياء التي هي غير عاقلة. كيف نبين؟ كيف we studied some indications of how to differentiate between a female word and a male word. All the things in the Arabic language are either male or they are female. So even if it's, for example, tawila would be a dining table, but it is a female. It's a feminine word. It's a feminine word. Wow. So basically, even the ghair aqil has male and female. Just like in Urdu language, we mentioned dahi khatta hai ya khatti hai, gaadi chalta hai ya chalti hai, kursi. होता है या होती है खिड़की खुला है या खुली है सिमिलरली इन अरबिक लैंग्वेज वी आल्सो हैव दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन मैस्कुलिन आइटम्स एंड फेमिनिन आइटम्स वर्जो का शजी अन تذكر لنا العلامه الكبرى للمؤنث द बिगेस्ट इंडिकेशन फॉर अ مؤنث इज द गोल ता هي التاء العلامه الكبرى للمؤنث باللغة العربية هي التاء المربوطة إذا كانت هناك كلمة تنتهي بالتاء المربوطة فتلك الكلمة تعتبر مؤنثا So each time we look at the تاء مربوطة at the end we would know that this is a sign for a female word. Right, it must be remembered يجب أن نعلم أن التاء المربوطة يجب أن تأتي في نهاية الكلمة لا في وسطها ولا في بدايتها so the ta marbuta at the end of a word indicates that it is a feminine word وطبعا هناك استثناء ہاں ابھی ہمارا بریک پہ جانے کا وقت ہو رہا ہے so we'll continue this discussion after the break مشاہدین الکرام ہم کو ابھی تھوڑی بریک لینی ہوگی اس بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد